فتفاجأت باتصال زميل لي قال لي عن الجامعة السعودية الإلكترونية، فبحثت في الانترنت عن الجامعة. في البداية كان تصوري عنها أنها انتساب أيضا، فلما بحثت في الموقع فوجدت أن شهادتها انتظام، فتوكلت على الله يعني بالتسجيل فيها. الحمد لله في البداية لا توجد أي عقبات، كلها طريق عن طريق الأونلاين، سجلت جميع المواد بسهولة، وكانت في البداية في السنة التحضيرية، والحمد لله كلها تمت بإنجاز الحمد لله. ثمان مستويات تقريبا واجهت فيها، في آخر مستوى في مقرر واحد اللي هو التجارة الإلكترونية، كان في ضغط على شعبة محددة، كان إجباري أن أخذها بالوقت المحدد، فالحمد لله تعاونوا معنا كلية العلوم، والحمد لله حلت المشكلة وأضفت في نفس الشعبة الحمد لله، كلها عن طريق التراسل ما بين الإدارة، بس عن طريق موقع أرشدني وجدت تعاون كبير من أعضاء هيئة التدريس، تأقلمت مع الوضع، رتبت أموري بشكل عام ما بين عمل ما بين دراسة. يعني الأمانة مبدأ التلقين في الجامعة السعودية الإلكترونية لا يوجد من أعضاء هيئة التدريس، فقط يوجد أن الطالب يبحث عن المصادر، والمصادر كلها مفتوحة وموجودة. أكثر ما جذبني في كلية التخصص المعلوماتية الصحية هو أنه قريب من عملي كإدارة مراكز صحية، فالحمد لله استفدت فيه كثير، وحاولت أطبق بعض مما درسناه يعني في العمل، والحمد لله وجدت حتى تقبل كثير من الموظفين عندي، أن الشغل أغلب يكون يعني إلكتروني وممنهج ومرتب عن طريق الكمبيوتر، وهذا الحمد لله من الأشياء اللي استفدتها. أيضا ما أنك تجمع ما بين عمل وما بين دراسة وما بين بيت أيضا بما أني متزوج، فهذا شيء أفادني كثير في موضوع إدارة الوقت وتحمل الضغوط. يعني الجامعة فيها واجبات، فيها اختبار منتصف فصل، فيها نهائي، فهذه كثير كانت في البداية سببت لنا شوي ضغط، لكن الحمد لله اجتزناها الحمد لله. والتعليم المدمج هو دمج ما بين التعليم التقليدي والإلكتروني، حضور يوم واحد في الأسبوع، وأيضا حضور أونلاين عن طريق الجهاز الكمبيوتر، ساعدتنا كثير على كموظفين أيضا على استيعاب والجهد والوقت ومسافة الطريق إلى الجامعة، هذه جدا جدا رائعة وفادتنا كثير في أن ننسق ونرتب الوقت. الكثير من أيضا الزملاء اللي يسألوني أو اللي يبون يلتحقون بالجامعة متوقعين كأنها جامعة انتساب، وهذا شيء لا يوجد بتاتا في الجامعة السعودية الإلكترونية. الجامعة السعودية الإلكترونية تدمج ما بين التعليم التقليدي والإلكتروني، حضورك فيه واجبات، فيه اختبار منتصف شهري، فيه اختبار نهائي. للأمانة في البداية ستواجه صعوبة، لكن تكيف نفسك عليها راح تجد كل شيء سهل أمامك بإذن الله. الجامعة السعودية تبحث عن تخريجك كطالب بجودة عالية وجودة دراسية تعليمية بحتة. أنصح جميع الطلاب اللي يبحثون عن العلم والمعرفة والجودة في العملية الدراسية أن يتجه للجامعة السعودية الإلكترونية بكل أمانة وبدون أي مجاملة.